ليه دائما نكون بحديث دائم انه في كثير اشخاص يمكن بياكلوا ما بيسمنوا، واشخاص يمكن بياكلوا قليل كثير بس بنشوف انه دائما عندهم زياده من الهواء وزن بيسمنوا. من الهواء. هي دائما الكلمه اللي نحن بنحكيها، اشخاص يمكن مثل ما بنقول استقلابهم سريع واسرع من غير من الاشخاص. طبعا ليش هي الاختلاف بين كل جسم واخر، وكيف فينا نسرع بعمليات الاستقلاب؟ رح جاوبنا عنها ثواب الغبره اختصاصيه التغذيه. يسعد صباحك. يسعد صباحكم، يا اهلا وسهلا. كيفك دكتوره؟ انا منيحه، انت شلون؟ تمام ماشي الحال. بالبدايه دكتوره خلينا نحكي ونشرح للعالم شو هو الاستقلاب، شو يعني جسمي عنده استقلاب؟ لا، الاستقلاب بشكل عام أداء العضو لوظيفته، يعني عم يحول الطاقة اللي عم البنزينات تبعه لنتيجة. هي أحلى شيء. فالفكرة الأساسية الاستقلاب هو تحويل الطاقة الكيميائية اللي بتجي من الوقود الغذائي والقصص هاي لشيء. كل واحد العين تستقلب الغذاء بتورجيكي كيف عندك، بتأدي وظيفتها. الرئتين الجهاز التنفسي بيأدي وظيفته، الكبد نفس الشيء. كلياتنا نحن بنحط كلمة الاستقلاب فقط انه على الخلية الدهنية انه هي كيف تحرق حالها وتعطيك طاقة، لكن هو الاستقلاب تحويل الطاقة من شكل الى شكل اخر. القصة اللي انا اللي جاي احكي عليها بالفعل مثل ما قلتوا بالمقدمة انه ليش الناس بتختلف بطريقة استقلابها وكمية الاستقلاب. اي طب كمان هون في خيار وفقوس فالوضع لانه بتتحكم فيه عامل جيني، هو جين السمنة. يعني الفكرة في ناس مهيئة سبحان الله طاقيا عندك ياها انه عندها جين حرق نشط جدا، كلياتنا عندنا جين حرق وجين تخزين. الجين في ناس بعض كيف ناس عندك ياها سبحان الله بشرتها سمراء وفي ناس بشرتها بيضاء، في ناس تنفعل عندها جين الحرق وفي ناس عندها انفعل جين التخزين. يعني مو بايدك دي ان اه بالنسبه لها، هي تراكميه الخلايا الدهنيه حتى تشكل جسم معين بيكون عندها بهالشكل هذا. فلذلك بتلاقي الناس اختلفت استقلابيا من شخص الى اخر. كيف الشخص يمكن اللي استقلابه بطيء او ابطا من غيره بيقدر يعمل هذا التوازن بجسمه لحتى يزيد من عمليه الاستقلاب ما بده يسمع؟ هلا بالضبط. هلا انا بالنسبه لي عندي مثلا اي انسان بيعرف انه عيلته الوراثيه هيك، هو ولد بالحياه بهالطريقه الجسم هي بيراقب وزنه بيلاقي بالفعل اشياء بسيطه عم تولد له كليات كبيره على الميزان، بده يعمل بي كيرفول لانه ما يحس انه هو مظلوم بهالنقطه. مثل ما هو حاسس حاله انه عنده نقطه ضعف بالاستقلاب، رب العالمين بيكون مجهزه بنقاط قوه غيره بصحته وعافيته، بيجهزه ببصر ممكن قوي، بركب قويه بهالقصص هي. فنحن لا نقعد نميز حالنا ونقعد نحط الحق على الجينات والدي ان اه والقصص هي. كل انسان عنده قدره طاقيه على استقلاب الطعام والامور هي كلياتها، بحس حاله انه بفتره معينه. مثلا نحن بنقول ننتبه بعد السن ال 25، هلا ببلش بقى عداد التناسلي بالاستقلاب، خلصت يعني ذروته، ممكن توصلي ل 30 كذروه يعني اذا كان انسان بالنسبه له كرياته صح وجسمه صحي. لكن في اسمه شيء اسمه استقلاب زمني، يعني طلعي على اي ممثل بالسينما او القصص هي، شوفي صورته عمره 20 رغم انه هو بيحافظ على امور عصر، وتفرج صورته بعد شيء 25 سنه، انت بتعرفي شو يعني الاستقلاب الزمني. هذا الاستقلاب الزمني ماشي على اللي استقلابه منيح وعلى اللي استقلابه ضعيف وعلى اللي استقلابه متوسط. متى ما صار العداد العمر 30 سنه 28 سنه بده ينتبه انه صار كل سنه حتضيف لي على ميزاني كيليين او كيليين ونص. هلا شوفي الله يبشر، بس وقت الواحد بياخذ احتياطه. ايوه انا 13. يا سلام اصبح الحلقه للمذيعين اللي بعدكم الحكي. الفكره القصه اللي بيهمني امرها ان انت مدى ما صار في عندي يا بي كيرفول، وهذا انا عواض ما يكون عندي يا كل سنه عم تضيف لي لا ميزانيه الوزن تبعي 5 كيلو جرام بتصير بتضيف 700 جرام 800 جرام، وهذا شيء بين ما انا بتوصلي للعمر الفر مرحله ال 50 انت متجاوز الاستقلاب الزمن ما متجاوز 4-5 كيلو، بين ما يكون عندك يا الاستقلاب الزمني واضع تقريبا 20 كيلو. هذا بيفرق جدا شيء كثير عالي بين ثقافة شخص وآخر، كيف واحد يعمل بالضبط. نعم نعم، لانه بنيه الرجل العضليه الاكسجه تبعه واستقلابه اعلى. يعني انت تخيلي انه منطقه الزنار الكتفي عند الرجل اقوى ككتله عضليه عند الانثى بثلاث اضعاف. لذلك حتى انا بنبه الكوتشيات اللي بتحمل اوزان وهالقصص، وبتشوفي كيف وقت بتفوت بدها تاخذ تمارين الرجل
وما بتنتبه على حالها إن هي أنثى، لأنه ليس الذكر كالأنثى سبحان الله. فالقصة إنه بتلاقيها داب الصدر تبعها وصارت عضلاتها وراح منظر الأنثوي، لأنه التمارين الكتلة العضلية بترفع العضل، العضل بيلم عضل والدهن بيجذب دهن. في بعض المناطق الأنثى ما لازم تتمتع فيها بكتلة عضلية عالية، وإلا صارت عندها خربطة هرمونية على المدى البعيد. وهالقصص هي كلياتها، حتى ما نروح على موضوع غير موضوعنا، الاستقلاب هو أهم شيء فيه إنك تراقبي. هاي أول نقطة. النقطة الثانية، تعرفي الباك جراوند تبعه، أرضيتك وين؟ أنت استقلابك وسط، أنت استقلابك جيد. كيف الواحد بيعرف استقلابه؟ من وزنه، من وزنه. يعني هذا أي شيء، مثلاً تلاقي أختين بنفس البيت، واحدة أكلت نفس الطبخة ونفس الطنجرة وحتى نفس جينات الأب والأم، يعني بتلاقي حالك تاني نهار وهي ازدادت كيلين على الميزان، هي ما صار لها شيء، هضمتهم وصرفتهم وحولتهم لطاقة. فهذا مراقبة الميزان، أنا بقوله وجود أهمية الميزان بالبيت كأهمية وجود البراد. يعني في مهما البيت بلغ من فقره ومن تدني مرحلته المعيشة، ما بتلاقي هلا بيت ما في براد، والميزان لازم يكون تحت التخت صباحيا ينقاس. انا ما عم اقول يعني الهوس بالميزان، لكن الوزن الصباحي لازم ينعرف تماما مثل عمليه فرشاه الاسنان كل فترة الصباح. نعم لا دكتوره، لا كل اسبوع دكتوره. طيب خلينا نحكي كيف نحن ممكن نخربط الاستقلاب بجسمنا، يعني قوي. لا او نخربطه، يعني انه في يعني بحياتنا اليوميه نحن كثير مثلا يا بنعمل ريجيم كثير قاسي، او في عالم بيلجؤوا لقص المعده او هيك. هدول السلوكات هي مثلا هي ممكن تعمل عدم توازن بالاستقلاب؟ اكيد اكيد. هلا بالنسبه في كثير شيء بيأذي الاستقلاب، وانا رح كون في وقت ضيق انا حاحكي عن هالقصة، بس حاحكي شيء اللي بيرفع الاستقلاب. أوكي. حتى ما اخذ الاهم على المهم. فاللي بيرفع الاستقلاب هلا كذا شغله يخليهم العالم يستفيد منها بهكم جمله. اي انسان بيقدر يرفع استقلابه بكذا طريقه بسيطه، يعني بخدع سينمائيه، شغلات بسيطه. اذا انا بدي احكي شوي، انه انسان بياخذ حمام بارد يوميا، الحمام البارد بيرفع الاستقلاب. على فكره شرب الماء البارد مأذي، الاغتسال فيه كثير كويس. هلا بتقولوا لي شتا الدنيا وهالقصص هي، انا علي احكي القصه هي، لانه في خلايا دهنيه اسمها الخلايا الدهنيه البنيه، هي في حال تعرضت لدرجه حراره بارده جدا بالنسبه لنا على الماء على الجلد مباشره، ببلش الجسم يطالع على تحرق ليساوي سطح الجلد عندك اياه يناسب الحراره الداخليه اللي هي 37. هي نقطه. النقطه الثانيه، المشي مع كل وجبه قبل الوجبه، المشي على معده فاضية. يعني أنا ممكن أنا ما أقدر، عندي دوام الصبح وما لي رايقة لا لمشي ولا شيء، لكن ممكن أنا بعد ما أرجع دوامي ولسه ما تغديت أمشي 3/4 ساعة مشي، نص ساعة مشي، أمشي أنزل قبل بيتي بشوي وتمشى عندك يا لفترة البيت. كمان قبل العشاء كتير بيرفع الاستقلاب المشي، يعني بين 45 دقيقة. الناس اللي ما عم تقدر على دايتات، أنا بقول في ريجيم اسمه ريجيم المشي، المشي كتير بيعمل حرق عملية وعملية تحفيز الاستقلاب. أكتر نشرب مي أكتر، تلاقي شخص من ما بصير عنده تخزين سوائل بيشرب مي أكتر على المشي، شيء كتير ساده صح. وشرب الماء بحسب كميه الجسم تبعه واكثر بشوي. كل العالم بتعمل عندها ميزان السوائل بحياتها، نفس اللي كتلته 110 بيشرب نفس كتلته 60، فبتلاقي واحد 60 كيلو عم يشرب 17 كاسه مي، وبتلاقي اللي وزنه 120 ما عم يشم ريحه المي. في عندنا قاعده لشرب الماء، هي كل 10 كيلو جرام تحتاج كوب ماء، واذا زودنا شوي مثلا على كوب ونص انا نحن بنستقلب اكثر. لكن انا مو مع اعطاء الماء عندك اياها اكثر من طاقة جسمي بتتضعف، لأنه هي بتأذي الكلاوي على المدى البعيد. الشيء اللي بيهمني كمان أمره تناول بعض المأكولات اللي هي بترفع الاستقلاب. هنستعرضهم على السريع عذرا لأنه نحن ما عنا وقت. الكافيين، فيتامين سي، فيتامين دال، وعنا شيء اسمه كمان بعض النباتات مثل القرفة، الزنجبيل، وكمان في عنا نباتات كتير رائعة نحن مخفية، هي مادة الكركديه. هلا هدول كلهم بيرفعوا الاستقلاب وكل واحد له طريقته. نحن بنقول في شخص من اقوى الادويه اللي بترفع استقلاب الانسان، ومين بيعرفها؟ الرياضيين خاصه بيتناولوا هي الاشياء قبل التمرين تبعهم. في حمض اميني اسمه الكارينيتين كمان بيرفع الاستقلاب، بيروح بيتوجه الخليه الدهنيه بياخذ الدهون تبعها وفورا بيحطها بجسيم الطاقه تبع الخليه الميتوكوندريا، فبتلاقي تحول الجسم بياخذ طاقته من الماده الدهنيه مو من الماده السكريه. عذرا لانه نحن على السريع عم نستعرضهم، بس رح ارجع لنقطه اللي نوهت لها، انه هي شو اللي بيأذي الاستقلاب.
المواد الحافظة والمواد الصناعية الشيء اللي بيأدي جاهز. وقلة النوم، النوم كتير له عامل أساسي بعملية خفض الاستقلاب. وقت بيكون الإنسان مو نايم بفترة الليل اللي عنديها المظلم، لأنه المسؤول عن الاستقلاب هو الأساسي الغدة الصنوبرية، وبتلاقي أنه هذا الإنسان اضطرب نومه بلش الاستقلاب يخف، وهذا ما بيظهر إلا بعد 4-5 شهور من النوم المضطرب. فبتلاقي كاسة المي خزنة، فهي النقطة كتير مننبه عليها. الشيء اللي هدول الأساسيات برجع بقول المواد الحافظة، المواد الصناعية، التعرض لبعض الأدوية، في بعض أدوية بتخفض الاستقلاب خاصة أدوية مضادات الاكتئاب وأدوية الأعصاب. تمام، يعني دكتورة لك شكرا لإلك، كثير عن الناس اللي بخصوص هذا الموضوع بس ما بقى نلحق مشان الوقت، لك شكرا لذلك، بقيت نهار حلو. ميت ألف سهلة، وأنا كمان مرسي لإلك دكتورة ثواب الغبرة، أهلا وسهلا فيكي. ميت ألف سهلة.